البداية مباشرة وغير تقليدية، وأفضل طريقة نبدأ فيها موضوعنا هي باستعراضه. بالتأكيد الموضوع واضح لكم الآن. هذه هي المبارزة، موضوع هذه السلسلة من الحلقات اللي أطمح أنها توصل الرسالة المرجوة منها بخفة وسرعة السيف. ولكن من أين أتت كلمة المبارزة؟ أتت كلمة المبارزة من الفعل برزة، فالمصدر مبارزة يطلق على فعل التقاء متنافسين بغرض بروز أحدهما أي انتصاره، وبهذا يكون بارزا وواضحا للعيان. المبارزة هي رياضة قديمة قدم التاريخ، تطورت مع تطور الحضارات، واستخدم فيها السيف بأشكاله وأنواعه كأداة لإصابة الخصم والدفاع عن النفس، وكل ذلك يتم بتوافق عضلي عصبي دقيق جدا لا يمكن إتقانه إلا بتدريب المستمر. كبداية يصعب تحديد منشأ الرياضة تاريخيا، لكن يستطيع الباحث إيجاد دلائل تشير إلى ممارستها خلال حضارات مختلفة ومتفرقة، مثل الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية اللي تميزت بثقل الأسلحة والدروع المستخدمة، ومن أشهرهم هيركليس اليوناني اللي جسدت شخصيته في فيلم حصان طروادة. وللعرب أيضا دور بارز في تكوين تاريخ المبارزة، ويمكن قياس اعتزاز العرب بالسيف بالنظر إلى قوة وحدة وجمال صناعة السيوف الدمشقية. تباهت العرب بالسيف وتباهوا بفروسيتهم وإيجادتهم فنون المبارزة، وكما قال أبو تمام تقديرا لقيمة السيف في فض المنازعات: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وكانت المبارزة الفردية تتقدم الغزوات والمعارك عند العرب قديما، ومن أشهر المبارزين القائد خالد بن الوليد. ولكن مع اكتشاف البارود في القرن الرابع عشر سحبت الأضواء من فوق السيوف لتبقى حبيسة المحافل والمسارح بسبب البارود اللي حولها من ميادين الحروب والقتال إلى ميادين الاستعراض والتنافس. اليوم المبارزة تعتبر رياضة عالمية وأكثر من مجرد لعبة أو رياضة، فهي شكل فني ورمز قديم للقوة والعراقة والتاريخ المجيد، بينما اتخذها البعض كأسلوب شخصي في التعبير عن الذات كحال النبلاء الإنجليز والفرسان العرب، وأصبحت تتصدر الحفلات والمناسبات كافتتاح استعراضي تماماً كافتتاحية هذه الحلقة. أخيراً، هناك العديد من ألعاب السيف اللي ترتبط معظمها بتاريخ وثقافات لحضارات مختلفة متنوعة، مثل الساموراي والكندو اللي تندرج حالياً بقوانين خاصة بها تحت أساليب الفنون القتالية والدفاع عن النفس. في الحلقة القادمة راح نتكلم عن إدراج المبارزة كرياضة أولمبية. انتظرونا.